هتكلم شويه عن تفاصيل وكواليس الاجتماع الاخير لشركه الكوره مع النادي الاهلي بعد استلامهم طبعا المسؤوليه رسميا. يعني خليني بس انا هتكلم هنا عن الصلاحيات اللي اخذتها شركه الكوره من مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، فاسمح لي ان انا هقراها بس من الورقه عشان هي حاجات كتير. المره اللي فاتت قلت صلاحيات شركه الكوره القديمه ودي صلاحيات شركه الكوره الجديده، يعني طيب. كلها معاك ماشي. مبدئيا كده هم اخذوا حقوق عقود الرعايه والهندله بتاعتها كلها من الكامل، وعندهم اخذوا حق جديد في قصه الرعايه دي يا ابراهيم، ان هم من حقهم ان هم يعدلوا العقود دي في اي وقت خلال الفتره اللي جايه، سواء لتعظيم العائد ده بالاتفاق طبعا مع شركات الرعايه ومنحهم يعني امتيازات زياده. امتيازات زياده بالظبط كده، بيع الحقوق الرعايه بره مصر، الاتفاقات مع الانديه بره مصر في اي بقى حاجه سواء شراكات ماتشات وديه، الحاجات دي كلها، الاستثمار في قطاع الناشئين وهيكلته خلال الفتره اللي جايه، الاكاديميات كلها اللي جوه مصر واللي بره مصر هتبقى مسؤوليتهم. وبالمناسبه في عرض جديد لاكاديميه انه يقام اكاديميه للاهلي في الكويت، وفي مسؤولين وناس جم اتكلموا في الموضوع ده، المعسكرات الخارجيه كلها، التجارب الاداريه مع الانديه الاوروبيه اللي عندها شركات مماثله زيهم وتبادل خبرات ما بينهم وما بين بعض. خطوه مهمه جدا وهي اعداد قاعده بيانات وسكاوتنج للعيبه في كل المراكز، كل مركز هيعملوا له قاعده ب 50 او 60 لعيب، سنهم، قيمتهم التسويقيه، هل بتعلى بتقل، حركه التنقلات بتاعتهم، تقارير فنيه عن اللاعب وسلوكياته في الملعب، كل حاجه تخص اللعيب. يعني الاستثمار في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هتبقى مسؤوليه الشركه الخاصه بالنادي الاهلي، هتبقى مسؤوليه الشركه خلال الفتره اللي جايه من خلال العلاقات بقى وتكوين شراكات عالميه مع كيانات بره مصر وانديه تانية بره. في اي حاجه ليها علاقه بالتعاقدات مع اللعيبه ولا مش هي التعاقدات خلاص دخلت جوه الشركه وهيمسكها كابتن امير توفيق، بالاضافه للمنصب بتاع ان هو قائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ماشي. في حاجه مهمه، الاستثمار في حاجه مهمه جدا اللي هي اي سبورتس. انت ممكن تلاقي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه موجود في اي سبورتس. ايه ده يعني؟ اي سبورتس اللي هي الالعاب الالكترونيه، موجود في الفيفا يعني ايوه والحاجات دي بالظبط، ماشي. واكاديميات ورخص تدريبيه من اوروبا، يعني حاجات من دي كتير.